ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن فن من فنون الكاراتيه، او مدرسه من مدارس الكاراتيه. المدرسه دي انا شخصيا مبسوط جدا وانا بتكلم عنها. ليه؟ لان دايما الناس شايفه ان الكاراتيه ضعيف، الكاراتيه هو بس مجرد استعراض. فالمدرسه بتاعت النهارده هي حرفيا مدرسه قويه جدا 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 في الكاراتيه، والمدرسة دي اسمها وودوريو. المدرسة دي جامعة ما بين، أو هي متكونة من الكاراتيه والجوجيتسو الياباني. ولما بنيجي هنا نتكلم على الجوجيتسو الياباني، احنا بنتكلم عن كور الفنون القتالية اليابانية. يعني ايه؟ يعني احنا لو بصينا على اي فن ياباني تقليدي هنلاقي الاساس بتاعه جاي من الجوجيتسو الياباني، تمام؟ طيب مين اللي عمل الودوري، وايه هي الفكرة والقصة والتأسيس وكل الكلام ده؟ اللي انشأ مدرسة الودوري هو واحد اسمه هيرانوري أوتسوكا، وده اتولد سنة 1892. من وهو صغير اهتم جدا بان هو يتعلم الفنون القتالية اليابانية، وكان اهم الحاجات اللي اتعلمها هي الجوجيتسو الياباني على ايد ابرز المعلمين في عصره في الوقت ده. وفي سنة 1922 حضر اول عرض للكاراتيه بقيادة جيشن فوناكوشي، وده اللي احنا لو رجعنا للفكرة بتاع تأسيس الكاراتيه والشوتوكان هنلاقيه هناك. ومن اول ما شاف، مع انه هو متمرن او متدرب على فنون القتال اليابانية اللي هي الجابانيز جوجيتسو، بس اول ما شاف الشوتوكان على ايد جيشن فوناكوشي الموضوع ده اتغير جدا في عينيه، فهو حب انه يتمرن على ايد جيشن فوناكوشي الشوتوكان كاراتيه اللي هو كان عامله في الوقت ده. من هنا هو بس ما اكتفاش ان هو يتعلم فنون الكاراتيه والشوتوكان زيادة على الجابانيز جوجيتسو اللي كانت عنده، لأ، هو حاول، او هو فعلا طور في الكاراتيه وعمل اسلوب جديد بيجمع ما بين الكاراتيه او التقنيات بتاعة الكاراتيه وتقنيات الجوجيتسو الياباني. وبعد ما اسس الفن بتاعه وجمعه وبدأ وعمل تنسيق جامد جدا في التقنيات بتاعته ما بين الاثنين، بدأ يعلن عنه سنة 1934. في الوقت ده هو أعلن عن تأسيس فن الودوريو أو مدرسة الودوريو كفن مستقل عن الكاراتيه. هنيجي دلوقتي لمعنى اسم كلمة وودوريو. تسمية الفن وودوريو هي ما جاتش محض الصدفة، وهو مش تسمية عادية، هو مش اسم عادي خالص. الاسم ده بيحمل أو بيشيل معنى كبير جدا وهنشرحه كمان شوية. كلمة وا باليابانية تعني الانسجام او السلام، كلمة دو يعني الطريق او المنهج، ريو تعني المدرسة او الاسلوب. والفلسفة دي بتبين قد ايه هو كان مهتم بالتوافق ما بين العقل والجسم في مكان واحد، او في مدرسة واحدة، او في فن واحد، والعمل بانسيابية بدل من الصدام المباشر. وده بيرجعنا لايه؟ ده بيرجعنا لمدرسة الايكيدو، اللي هي اصلا اتأسست امتى؟ اتأسست تقريبا قبل الفن ده بحوالي 3 او 4 سنين بالكتير قوي. فالاتنين واخدين نفس الموضوع، واخدين نفس الطابع، لان هما الاتنين تقريبا خارجين من نفس الام اللي هي الجوجيتسو اليابانية. ان احنا مش هنصطدم ببعض، لا، انا الخصم هيبقى جايلي وانا هحاول اودي قوته في حتة تانية خالص. ده باختصار. واللي بيميز الودوريو عن بقية مدارس الكاراتيه هو التأثير اللي باين جدا 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 من الجوجيتسو عليها، وده هنحطه لكم في فيديوهات كمان شوية علشان نعرض لكم الفرق او الاختلاف اللي الناس واخداه عن الكاراتيه والواقع اللي المفروض الناس تفهمه. أوتسوكا اعتمد على ايه في الفن بتاعه؟ زي ما قلنا فوق، اعتمد على 3 اساليب في الفنون القتالية، او في القتال او في الصدام مع الخصم. الازاحة، ان انا ما خليش الضربة تجيني او ما خليش الخصم كله يجيني، لأ، انا وهو جاي ببدأ ابعده عني او اخد قوته اللي جاية هنا
واعترضها علشان هي تبقى بعيد عني. والالتفاف اللي هي التايساباكي اللي هي ان انا اخرج من الخصم، الخصم يبقى جايلي من هنا فانا اخرج براه والف وراه، ده اسمه مبدأ الالتفاف. والمبدأ الثالث اسمه مبدأ الهروب، والهروب هنا مش اني بهرب من الخصم قد ما انا بعمل حاجة اسمها كاونتر اتاك، يعني هو بيأتاك عليا، هو الخصم هنا بيأتاك وانا هنا، فانا ببعد فهو خلص هجمته وانا برد، انا ببعد بخلص هجمته وارد، فدي اسمها عندنا كاونتر اتاك، ان انا ببعد واقوم ردد على طول. فده دول الثلاث مبادئ الاساسية اللي هو تبناهم في الفن بتاعه علشان يبقى مستقل عن مدارس الكاراتيه ومميز. تاني نقطة ان الفن ده اهتم جدا بالمرونة او الاطالات بتاعة المقاتلين، فالمقاتلين عندهم استريتشات قوية جدا وعالية جدا علشان يقدروا يعملوا او يضربوا الضربات بقوة وبشكل جمالي في نفس الوقت. تالت حاجة الفن ده ان هو بيوفر الجهد في القتال اللي بياخد وقت طويل. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا في الكاراتيه العادي او في معظم مدارس الكاراتيه الخصم لازم يفضل يعمل فوت ورك، لازم يتنطط كتير جدا لان هو فن رياضي، انما احنا هنا خرجنا بره الفنون القتاليه الرياضيه ودخلنا جوه الفنون القتاليه الحربيه، فانت مش محتاج تفضل تتنطط لان التنطيط ده كله بيهلك من قوتك او بيهلك من الطاقه بتاعتك. فهو بيعمل ايه؟ هو ما بيتنططش خالص وبيفضل واقف ثابت زي ما احنا اتفقنا لحد ما الخصم يهجم وبيبدأ يطبق عليه مبدأ من الثلاثة. فالمبادئ الثلاثة دول بتوفر المجهود للمقاتلين. رابع نقطة الفن ده قلل كتير جدا من تعرض المقاتلين للإصابات في المواقف الحقيقية. ليه؟ لان هنرجع نقول برضو ان هو استخدم الثلاث نقط اللي فوق علشان يتفادى ده، لان احنا ما بنخشش في صدام مباشر مع الخصوم قد ما احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا ناخدهم بعيد ونسيطر عليهم، حاجة كده شبه الايكيدو. فلسفة الودوريو بتقوم على ثلاث مبادئ رئيسية. اول حاجة بدل ما ان انا اقاوم الخصم او اقاوم القوة اللي جاياني انا مفروض استفاد منها، والمبدأ ده اسمه مبدأ الانسجام مع الخصم، وده بالظبط مبدأ الايكيدو. تاني حاجة الودوريو بيشجع على ازاي البني ادم يعمل استراتيجية ويبني عنده فكرة التفكير الاستراتيجي، والمبدأ ده بيسمى مبدأ التوازن بين الدفاع والهجوم. الودوريو مش بس مقتصر على ان هو يطور الحركات او الفنون القتالية بس، بالعكس هو كمان بيطور الفنون الذهنية او الطاقة الذهنية للبني ادمين، ودي حاجة اسمها التدريب الذهني. ليه؟ لان انت بشكل اساسي في الودوريو انت لازم تتعلم يعني ايه يوجا، لازم تتعلم يعني ايه تأمل، لازم تبقى فاهم ازاي تعمل ده وايه اللي بيدور جوه العقل البشري. الودوريو ودي احلى حاجة فيه ان هو بيتميز بكتات متنوعة او متنوعة، ما هياش كتير، الودوريو كله على بعضه من الاصفر للاسود كله على بعضه 11 كاتا، وطبعا احطهم دلوقتي. فده بيدي ايه؟ تنوع في الكاتا، حجم كتات مش كبير اي حد يقدر يمارسهم، انما علشان توصل فيهم لحد الاتقان انت محتاج وقت كبير جدا، على عكس فنون الكاراتيه التانية ان فيها في زي الفيديو اللي فات كان الشيتريو في ما يقرب من 51 كاتا، انما الودريو كل اللي فيه 11 كاتا، فسهل ان انت تمارسهم وسهل ان انت تتقنهم مع الوقت. فدي حاجة مميزة جدا في الفن ده. غير الكاتا هو عنده تقنيات كبيرة جدا 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 من السلف ديفنس والدفاع عن النفس. ليه؟ لان احنا قلنا ان هو اصلا مبني على الجيجيتسو الياباني، والجيجيتسو الياباني كل اللي فيه هو قتال بحت، انت بتتعلم ازاي تكون مقاتل بجد، مقاتل حربي بحت. فهي دي من الحاجات اللي ميزت الودريو، ان الكاراتيه او شكل الكاراتيه اتمزج في الشكل بتاع الجوجيتسو الياباني، عملوا ميكس كده قوي جدا اتسمى ودري. وبما اننا قلنا ان الكتات مهمة فهي برضو بتعكس الثقافة بتاعت الاسلوب ده، ففي ثلاث نقط مهمة المفروض نتكلم فيها، ان هي بتعلي الاداء بتاع الاساسيات جدا، وبتعلي التوازن والتوافق بتاع اللعيبة جدا جدا جدا. تاني حاجة بتخليك تتعلم او تركز على ازاي تقدر تهاجم وتدافع في نفس التوقيت، ودي حاجات من اللي كتبت اديها لنا كلنا. تالت حاجة هي بتعكس القوة والمرونة بتاعة اللاعب،
وتقدر تخلينا نشوف الشكل الجمالي قدام القوة بتاعة الفن. فالفن بيديك قوة جبارة وفي نفس الوقت بيديك شكل جمالي مش طبيعي. بعد ما الودوري اتأسس الفن ده خد شهرة كبيرة جدا 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 وانتشر بسرعة جدا جوه اليابان وبره اليابان. ليه؟ لان احنا قلنا احنا اول مرة هنشوف بدلة كاراتيه بيضة فيها سيلف ديفنس حقيقي، تكنيكات ما كانتش موجودة في الكاراتيه قبل كده اتوجدت، تكنيكات بتحاكي الستريت فايتنج بجد من الجوجيتسو الياباني اتوجدت. فده اداها انتشار وشهرة زي ما قلنا جوه اليابان وبره اليابان. في سنة 1964 الوودو ريو الاتحاد الدولي للكاراتيه خلاه من الاساليب الاربعة الرئيسية في الكاراتيه في اليابان. يعني البطولة لما تتعمل اي حد من الاربع مدارس الرئيسية يقدر يخش ينافس ويلعب قدام المدارس التانية عادي جدا، فهو اعتمد واحد من المدارس الاساسية في اللعب في اليابان. والنهاردة مدارس الوودو ريو موجودة في اكتر من 90 دولة حوالين العالم بيمارسوا الفن ده. فنقدر نقول على الوودو ريو في الاخر ان هي فلسفة او مدرسة بتعلمك ازاي تتعلم ان انت تكون في انسيابية مع الخصم بتاعك، في انسيابية مع نفسك، ازاي تعرف تفكر فكر استراتيجي مظبوط، ازاي تتعلم ما تقابلش الصدام بصدام، ازاي تقدر تتجنب اي صدام يحصل ما بينك وما بين الخصم، وان انت تبقى هادي ومركز وبتعرف تفكر وبتعرف تحل المشاكل. ودي كانت قصة مدرسة الوودو ريو. طبعا باستفاضة لان الموضوع فيها يطول جدا 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 جدا، فلو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بشير ولايك وسبسكرايب عشان نقدر نكمل في المحتوى ده. وطبعا ياريت تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي ان شاء الله هتيجي، وقول لنا رأيك تحت في الكومنتس علشان انت رأيك مهم، وده الرأي اللي احنا بنعمل بيه اصلا، وده السلسلة دي كانت من ضمن الاراء. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.